دوري ابطال افريقيا نروح للكونفدراليه. النهارده النادي المصري عنده اختبار صعب جدا لكنه متاح ان شاء الله امام جماهيره في ملعب برج العرب، يقدر ملعب الجيش برج العرب، يقدر ان شاء الله نادي المصري النهارده ان هو يحقق نتيجه ايجابيه امام الهلال الليبي في اياب دور ال 32 من بطوله الكونفدراليه الافريقيه. النادي المصري كان خسر في مباراة الذهاب 3-2، يكفي للنادي المصري النهاردة أنه يكسب هدف وحيد دون رد عشان يتأهل لمرحلة دور المجموعات مع نادي الزمالك، وطبعا أي تعادل هيكون في مصلحة الضيوف، عشان كده مطلوب النهاردة حرص كبير جدا من لاعبي نادي المصري والجهاز الفني بقيادة كابتن علي ماهر في مباراة النهاردة أمام الهلال الليبي. أكيد هيكون في تعليمات كبيرة جدا من الكابتن علي لمجموعة اللاعبين إن لازم نحافظ ويكون دفاع قوي النهاردة أمام النادي المصري، ويقدر إن هو يخطف هدف يقدر إن هو يصعد بيه بإذن الله. وقادر طبعا النادي المصري في ظل حضور جمهوره اللي بيأزره في كل مكان النهاردة يتأهل لدور المجموعات ويكون ليه نصيب بإذن الله في دور المجموعات.